وتعالوا بقى يلا نبدأ ننزل مقادير حمص الشام. انا عندي ليه حمص الشام، عندنا حمص منقوع زي ما اتفقنا، وعندنا بصل مفروم ممكن تقطعه 4 ارباع، بس احنا عايزينه مفروم، عايزين الميه بتاعت الحمص الشام تبقى ليها طعم كده، اللي مش بيحبه في الميه يقطعه 4 ارباع ونشيله بعد كده. طيب عندنا ثوم مفروم، وعندنا جزر مبشور، وعندنا فلفل حار، وعندنا كوبايه من صلصه الطماطم، وعندنا عصير ليمون، ومكعب من مرق الخضار بيدي تيست وطعم، ودي قالها لي حد من الناس اللي هم بيبيعوا حمص الشام على الكورنيش. مش مكعبات مرق لحمه ولا فراخ، مكعب مرق خضار. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا بابريكا، وعندنا كمون، وعندنا ملح، وعندنا رشه سكر، وميه مغليه طبعا عشان نسلق فيها الحاجات الحلوه دي. خلاص انا بس بشيل شويه الريم دول كده من على الوش، طبعا بيكون اتغسل واتنقع كويس، ده بالنسبه للبلدي. لو الصيني هياخد معاكم ساعتين هيستوي معاكم على طول، لو حطيتوا كمان رشه من بيكربونات الايه الصودا. طيب هاخد البصل، خليني عايزه ايه اقل شويه الميه دول، هنرجع نزودهم تاني، هناخد من الميه دي بس بعد ما نضيف لها الاضافات عشان نعمل الخليط الحلو المشطشط الحاجات الحلوه بتاعته. بسم الله، عشان دي ميه زياده قوي. ايوه الحمص ده عشان تبقوا عارفين انا سلقاه نص سلقه مع حضراتكم او 3/4 سلقه عشان الوقت على الهواء قليل، فانا ايه الوقت مش هيسعفني يعني، عشان نبقى واضحين اهو. خلاص هنبدا نحط البصل وهكمل بقيه السلق بتاعه وانا مع حضراتكم. البصل، الجزر، عايزه اعلي النار بقى شويه، الفلفل، هي عامله ده بالفعل يا نودي، بس هي لسه شويه عليها حبيبتي. وهناخد، انتي معايا لوزه صح؟ تمام، هناخد الصلصه، خلي الثوم ده مش هنحطه دلوقتي هيبقى مع الدقه، دي الميه بقى اللي يتسلق فيها، يعني نسيبه يتسلق في وسط الحاجات الحلوه دي عشان يدي طعم حلو. معانا مدام سميره، يا اهلا وسهلا. ازيك؟ حبيبه قلبي، عامله ايه؟ حبيبتي انت يا جميله. حبيبتي رشه كمون خفيفه مش كتير عشان ما يمررش مع السلق، حط الباقي مع الدقه. ازيك يا مدام سميره؟ الحمد لله يا حبيبي، تسلم ايدك على حمص الشام ده جميل. يا حبيبتي تسلمي لي يا رب وتعيشي، تسلمي. كل حد هو جاي في وقته حقيقي. وعايز دفى شويه. ايوه عايزه اقول لك بابريكا كنت حاطه كتير، واقول لك على البسلة والله. يعني جيتي في وقتك امبارح الحقيقه، حاولت ابتسم يعني ما ده من سوء حظي انا يا مدام سميره والله، احنا اسفين جدا بجد. لا يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يبارك فيك يا فندم والله، وشكرا يعني لمحاولات حضرتك الكتيرة بجد. تسلميلي. تسلم يا حبيبة قلبي. ماشي يا حبيبتي. بشكر حضرتك جدا لمداخلتك ولاتصالك يا حبيبتي، شكرا لحضرتك جدا. بصوا كده هبدأ بقى ايه، البابريكا بتدي لون حلو، بتدي طعم حلو. انا بقى عايزة كل ده يستوي، اللي مش حابب البصل كده يا جماعة كل واحد على حسب، قطعوه 4/4 مفيش مشكلة خالص، يعني قطعوه 4/4 وبعدين انشلوه ويدي بس الطعم وخلاص. عايز اقول لكم هو ريحته اصلا بقت حلوة. عايزين بقى نعمل الحاجات الخاصة بيه، اللي هي شوية شطة. انتوا مش حاطين شطة ليه يا نودي؟ ها؟ هنحط مكعب الخضار، مرق الخضار اهو. لا احنا عايزين نحط شطة حمراء علشان الناس اللي بتحبه مشطشط. حبه، لا حبه حلوين، حبه شطه حلوين. وعايزين الايه، انا حطيت رشه كمون وحطيت مكعب مرق الخضار هنا يدي طعم رائع مع المرق ده والله. بصوا
ريحته اصلا حلوه لسه بقى، ولا عصير ليمون ولا حطينا اي حاجه، ولا بقيه الكمون والدقه بتاعته مع الثوم اللي هنبدا بقى نضيفها ولا اي حاجه لسه. بسم الله. يبقى حطينا مكعب المرق بتاع الخضار، وحطينا الجزر، حطينا البصل، وممكن قرن فلفل كده متقطع ناعم قوي، ولو مش حابين عايزين تحطوا مكانه مثلا معلقه صغيره من الهريسه اذا حابين، يبقى الخليط كله حار ماشي، لو في اطفال بلاش، خلوا الحار يبقى بره يبقى افضل، نضيفه وقت ما نعوز. تمام يا محمد. الحاجات الحلوه اللي هنعمل فيها بقى الصوص، عايزين نعمل الصوص بقى يا ندى. يلا بص بصوا بقى الجمال، هسيبها شويه تتغطى شويه اهو، هسيبها بقى شويه كده يغلي كده حبه حلوين. تمام، يا رب تبقى النار عاليه، خلاص زي الفل. وهنسيب الكمون، وهاخد كده معاه الايه السكر ما تنسوش. هنحط بقى ايه الكمون، ناخد بوله كده. بسم الله. ثانية واحدة يا قطايته، هنعمل بقى الكمونية الحلوة دي، هنعمل الكمونية اللي هي عبارة عن كمون، عايزين تزودوا كمون كمان، زود لي كمون شوية يا محمد، وعندي عصير ليمون. بصوا كده كمون، مية الحمص دي هناخد منها شوية هنا. لا 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 مش قوي كده، اوعي تعتمدي على كده يا ندى حبيبتي يا نودي. لا ده انا بقول انا هاخد شوية من مية الحمص الحلوة دي بالبهاريز، بالبهاريز هنا. وطبعا هي فيها نسبة ملح وكل حاجة، لان احنا حطينا المكعب المرق، ممكن نصفيه لو عايزين، بس لا 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 هو جميل كده يا ستي. على فكره تقدروا كمان تضربوا الجزر ده، بصوا جميله ازاي. ادي الكمونيه، هنحط معاها الثوم بقى، بصوا شايفين، يا نهار ابيض على الجمال اهو. طعم بقى، حطيت الكمون، حطينا كمون حبة حلوين، وليمون هنحط بقى ايه، انا حطيت شوية ليمون، ممكن نزود شوية كمان. بصوا تعالوا بقى نعمل الشطة، تعالوا نعمل الشطة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نشيل بس شوية المية دول ونعمل ايه الشطة، ناخد شوية شطة حلوين بسم الله، لمحب الشطه بقى. نحط بقى، هنحط شويه، حطينا شطه، نحط ميه كمان من بتاعه، ابعد بقى شويه عشان النفس، وشويه ميه بقى عاديه خالص بعد الصوص ده عشان ايه اهو تبقى شطه مركزه، وربنا يستر مقص اوعى تجيب عليا يا استاذ ابراهيم دلوقتي اذا تكرمت، الوضع فيري كومبلكس. بصوا الطعميه هوريكم بصه بس اهي، هنحط في القالب التاني، بس بصوا بصوا عليها وهي بتستوي، هتاخد لون على الهادي، شايفين فلافل كب كيك. انا على فكره بهديها لاخويا لانه حبيبي، عشان الكبد هو محتاج ياخد حاجه فيها، بيحب الطعميه جدا، بس يعني بيبقى يعني على عينه انه ما يقليهاش، فانا قلت بقى يعني عشان ايه نبقى عملنا حاجه كويسه. طيب بصوا شويه كمون هنا على الكمونيه، انا هستسمحكم بقى هصفي دول شويه وهقدمهم في الحاجات الحلوه دي ومع الشطه دي.